كب كيكس دبس الرمان. بالنسبة لمقادير الكب كيك عندنا 120 جرام زبدة، 180 جرام دقيق، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، 120 مللتر حليب، 3 معلقة كبيرة دبس الرمان، 100 جرام سكر، و4 بيضات. بالنسبة للآيسينج عندنا 250 جرام سكر بودرة، 3 معالق كبيرة دبس الرمان، كريمة حسب الحاجة، وفستق يكون مجروش. هنبتدي بالكب كيك. هنحط الزبدة، السكر، دبس الرمان، ودبس الرمان هيخلي فيها نكهة حلوة وهتبقى مزة شوية. وهنبتدي نضرب دول مع بعض، بعد كده هزود البيض واحدة واحدة، وبعدين المقادير الجافة مع اللبن الرايب أو الكريمة. دلوقتي هزود المقادير الجافة، الدقيق، بيكنج باودر، ملح وحليب. كده المقادير جاهزة، مقادير أو خليط الكب كيك. هنحطهم في صينية الكب كيك. وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 160، وهيقعدوا في الفرن حوالي 20 إلى 25 دقيقة. دلوقتي هنعمل آيسينج دبس رومان. هنحط دبس رومان على السكر البودرة، وهنحط معاه شوية كريمة، نخلط ونشوف لو هنحتاج كريمة تاني. كده الملمس بتاعه كويس. هحط معاه الفستق ونخلطهم مع بعض. ونجيب الكب كيكس وهنحط فروستينج أو آيسينج على كل واحدة فيهم.